في هذه اللحظات وفي هذا التحدي. المشاركون 24 قعودا مشاركا في هذه الانطلاقة التي بدأت أيضا برسالة الناموس التي ينتظرها الجميع. انطلاقة موفقة وانطلاق سليم ما شاء الله وتبارك الله، ونسير مع لحظاتنا الأولى. نتابع هذه البداية، نتابع من تقدم ونعلن أيضا اندفاعه على مقدمة هذا الشوط. الصدارة المركز الأول هناك، تيم على المركز الأول، محمد بن علي بن حمد المري اللي على الانطلاقة الأولى والصدارة الأولى كما نتابع هذه اللحظات. هو تيم وباحث عن التيم ويتريى التيم وين. المركز الثاني، ثاني المراكز الغربي، سعيد بن عامر، سعيد بن حليس العويسي اللي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث شعار سيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير اللي على المركز، او سعيد بن راشد بن حمد بن غدير اللي على المركز الثالث هنا في هذه الانطلاقة، وهو تدخل مهب على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع بحر محمد بن يميل الوهيبي، وهناك على المركز الخامس، المركز الخامس تدخل وقدم وقت لعلي بن عبد الله بن محمد بن شفيع المري اللي على المركز الخامس. وفي المركز السادس هنا نواصل، فريد مايد بن محمد البريصي المري. وعلى المركز السابع عودة إلى انطلاقة هلا لخليفة محمد بن قحيد آل مهيري اللي على المركز والصدارة الأولى. هذه المراكز الأولى والانطلاقة الأولى للمراكز التي بدأت تحمل هذه الانطلاقة، لكن دوروا على تيم، طالعوا تيم، يبا يكسر التيم، يعرف أن هذه الانطلاقة تسجل هنا الشوط الأول والرئيسي، ويجمع أيضا التيم، يعني تحقيق إنجازين في وقت واحد. إذا تيم على الصدارة والانطلاق، علي محمد بن حمد بن قبعان المري اللي على الصدارة. وأقول الانتظار، الانتظار، اللوحة القادمة معاك يا تيم على هذه اللحظة، على هذا الاندفاع، على هذه اللحظات. وما دام وصلت إلى نقطة الانطلاق، نقطة التحدي 1200، أذكرك أيضا يا بن قبعان على 1200 والتيم في الصدارة على المركز الأول. هنا على المركز الثاني بدأ وقت أيضا علي بن محمد، أو علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع على المركز الثاني. والمركز الثالث وجود فريد مايد بن محمد البريصي المري، تيم ووقت وفريد، يا سلام، ثلاثة من الأسماء على الصدارة والانطلاق. إذا كان التيم هناك يسجل أيضا هذا الإنجاز، فوقت أيضا في المركز الثاني يبحث عن جديده. والمركز الثالث فريد، فريد يبقى يكون فريد عصره وزمانه وشوطه. الله 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 الله، الانطلاقة النهائية، التحدي، وتيم صامد، تيم صامد على المركز الأول، علي بن محمد بن حمد بن قبعان المري على الصدارة والمركز الأول. وهنا على المركز الثاني نواصل وقت على المركز الثاني، علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع على المركز الثاني، وجاوز الوقت، جاوز الوقت، يا سلام، حاسب الوقت، لا تحاسبني أنا، الله الله الله، على الصدارة والبداية، وحاسب وقت أيضا على المقدمة، علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع اللي في الانطلاقة الأولى وفي المركز الأول. وهنا أيضا بدأ فريد في المنافسة على المركز الثاني، فريد في انطلاقة التحدي والأداء الجميل، يا سلام، مايد بن محمد البريصي المري مع فريد على المركز الثاني. والمركز الثالث يعود وقت على الانطلاقة في المركز الثالث، تيم علي بن محمد بن حمد بن قبعان المري. هذه المراكز الأولى والأمتار الأخيرة والمئتين متر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية. يصمد تيم ولا فريد ينفرد أيضا مع هذه اللحظات، وتوقع أن وقت، خلاص وقت، سجل الوقت، سجل الانتصار، سجل الناموس. إذا تهانينا والناموس أيضا علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع على فوز وقت بالمركز الأول، تهانينا والناموس. أتوقع المملكة أيضا تحتفل في هذه اللحظات. المركز الثاني فريد مايد محمد البريصي المري، والمركز الثالث تيم على المركز الثالث، علي بن محمد بن حمد بن قبعان المري. المركز الرابع الأسد نهيان بن سعيد بالشيلة العامري. والمركز الخامس، يا سلام، ناجح حمد بن ناصر بن مشيط المري اللي وصل أيضا في هذه الانطلاقة الخامسة. لحظات إذا نتابع من خلالها ونتابع التوقيت، نشوف وقت، هل سجل وقته المناسب وانطلاقته المناسبة. هذا وقت، هذا وقت 4 دقائق و32 ثانية
ثمانا من الأجزاء من الثانية. بالفعل هو الوقت للأشواط الرئيسية الأفضل. إذا تهانينا والناموس مع هذه الانطلاقة علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع في الصدارة المركز الثاني، 4:33 خمسة من الأجزاء من الثواني. أيضا تهانينا في هذه الانطلاقة مايد محمد البريسي المري على وصول فريد في المركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب تيم اللي على المركز الثالث اللي قاد الشوط، ما قصر في هذه الانطلاقة علي بن محمد بن حمد بن قبعان المري، 4:37 خمسة من الأجزاء من الثواني. هذه المراكز الأولى والتحديات الأولى وانطلاقاتنا، وأيضا نعلم الأخوة المشاهدين والمتابعين من يتابعنا عبر قناة دبي ريسينج في هذه الانطلاقة في ثاني أيام أسبوعنا الأول من أسابيع هذا المهرجان.